كابتن، وجودك خطر بالرياضة العراقية على بعض الأشخاص إذا رشحت إلى منصب؟ طبعا، لان يعني اذا هم يشتغلون غلط اي يعني راح يتاذون. يخافون من وجودك؟ ما هسه ما اعرف انا يخافون، ولكن يعملون المستحيل حتى ما اصير او ما اوصل تحب المحاكم؟ اطلاقا. يقولون هواي تقدم دعاوى او ترفع دعاوى على اعلاميين، اكو وين هيجي؟ ماكو مو؟ هذا سؤال طبعا من اعلاميين. انا قالوا لا لي ايه؟ وينها؟ خلي قالوا لي ذكروا لي واحده. ايه؟ هم نفسهم وقفوا قدامي بالمحكمة، هم نفسهم استقلوا. وين؟ عندي سؤال ما اقدر اساله على الهواء. ما اعرف تقدر تقراه؟ انت مقرب من اطلاقا يعني كنت قبل ال 93؟ اطلاقا ابدا. سؤال ضحكك. يعني كنت يعني نقول السؤال؟ لا، هذا العائلة نهائيا ما شايف ولا واحد بيهم ولا اشوفهم، فقط أسئلة أسئلة؟ لا لا هسه لا لا مو هم. شوف المشاهد مو كل شيء يفتهم، يعني مو كل شيء يفسر صح، فهذا راح يصير مثل الوصمه. بس بالعكس اني يعني هاي العائله بالذات نهائيا ما عندي علاقه نهائي ولا شايفهم بحياتي، ما شايفهم عدا الابن اللي تدري هو هذا من خلال العمل ومتى يطيقني يعني. ولهذا يعني خلال اليوم علاقاتك بالعوائل الحاكمة بعد 2003، تتبادل زيارات لا. مع مسؤولين ببيوتهم منازلهم؟ لا بس عندي صداقة مع مسؤولين يعني. التقيت برئيس وزراء العراق؟ اي نعم، سعد مصطفى الكاظمي. نعم. التقيت باللي قبله؟ اي نعم، السيد عادل عبد المهدي. التقيت دكتور عادل عبد المهدي. التقيت بقبلهم؟ شوف، التقيت بالدولة رئيس الوزراء الكاظمي باعتبار احنا كنا سوا في لندن، ومرة واحدة من صار رئيس وزراء لحد الآن مرة واحدة شفته. زين، تتواصل وياه تليفون؟ لا طبعا. صعب. لا لا، بس هو من استقبلني الرجل قال لهم شرار صديقي واخويا واحنا في لندن، وفعلا قلت له انا ما حاكي لان هيش امور ما نحكيها. اي نعم، الرجل رئيس وزراء ما تجي تقول للناس هذا يعني. فلهذا انا ما لا سعيت ولا شو اسمه، فقط مره واحده وقبل انتخابات اتحاد كره القدم، هاي للتاريخ يعني. دكتور عادل عبد المهدي جدا احترمه واحبه، بس منو اللي احبه وصديقي وجدا احبه؟ دكتور باسل عبد المهدي اللي هو شقيقه، وهذا بالرياضة، هذا واحد من رموز الرياضة. تمام.